يحرق العراق ويهدر في كل ساعة ما تعادل قيمته 290 ألف دولار من الغاز، أي ما يعادل 6.9 مليون دولار يومياً وأكثر من 2.5 مليار دولار سنوياً. هذه هي حال بلد يقدر احتياطيه من الغاز الطبيعي 126.7 تريليون قدم مكعب، يحرق سنوياً 700 مليون متر مكعب من الغاز بدون جدوى. أعلن البنك الدولي في تقرير له، يأتي العراق لأربع سنوات متتاليات في المرتبة الثانية بين الدول التي تحرق أكبر كمية من الغاز الطبيعي. الدول الأربع الأولى في هذا المجال هي روسيا، العراق، أمريكا وإيران على التوالي، وتحرق هذه الدول مجتمعة 45% من الغاز الذي يحرق في كل العالم، وذلك بإحراقها 150 مليار متر مكعب من الغاز. ويعرض التقرير المزيد من البيانات موضحا أن في سنة 2016 أحرق العراق أكثر من 17.5 مليار متر مكعب من الغاز، وفي سنة 2019 أحرق العراق 18 مليار متر مكعب من الغاز. الإهمال الذي يعانيه قطاع الغاز الطبيعي في العراق وإلى جانب الأضرار المالية الناجمة عنه يجعل العراق يحتاج إلى إيران باستمرار، وإيران من جانبها تجد العراق مصدراً للتزود بالدولار. تصدير الغاز والكهرباء إلى العراق من بين الطرق التي تحصل بها إيران على الدولار. يقول وزير النفط الإيراني بيجين زانغانا، يعمل قطاع الكهرباء العراقي بالغاز الطبيعي الإيراني، ويصف ذلك بأنه مكسب كبير لقطاع الطاقة الإيراني. وتفيد إحصائيات وكالة الطاقة الدولية أن العراق ينتج يومياً ما بين 18.5 و19 ألف ميجاوات من الكهرباء، لكنه بحاجة إلى 28 ألف ميجاوات لتلبية حاجته إلى الكهرباء. وفي نفس الوقت فإن 85% من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق تعتمد على الغاز ومنتجاته. وتشير بيانات وزارة الكهرباء العراقية إلى أن البلد يستورد من إيران 40 مليون قدم مكعب من الغاز لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، إلى جانب استيراد 1200 ميجاوات كهرباء من إيران. يأتي ذلك بينما يشير تقرير لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط إلى أن العراق يحرق كمية من الغاز تعادل 10 أضعاف الكمية التي يستوردها. التقارير الخاصة بقطاع الطاقة في العراق تشير إلى أن إيران تبيع الغاز بأسعار باهظة للعراق، فبينما تدفع شركة بريتش بتروليوم العراق 11.23 دولار لإيران عن كل قدم مكعب من الغاز الطبيعي، تشتري ألمانيا القدم المكعب الواحد من الغاز الطبيعي الروسي ب 5.42 دولار، وتشتري الكويت القدم المكعب الواحد من الغاز الطبيعي الأمريكي ب 6.49 دولار. إحراق الغاز الطبيعي العراقي يزعج وكالة الطاقة الدولية التي أعلنت أن كمية الغاز التي يحرقها العراق يوميا تكفي لتزويد 3 ملايين بيت بالطاقة الكهربائية. شركة شيل الهولندية التي تعد ثانية كبريات شركات القطاع الخاص في حقل الطاقة العالمي، تأسست سنة 1907 وتستثمر في 90 بلداً عن طريق 93 ألف عامل. تريد هذه الشركة أن تستثمر في العراق، وتتحدث عن أن العراق يحرق سنوياً 700 مليون متر مكعب من الغاز، الأمر الذي يتسبب في نفث 400 مليون طن من غازات الكربون في الجو. وتكشف شيل مجموعة أخرى من المعلومات وتقول، هذا الغاز الذي يحرق بلا فائدة يمكن استخدامه لإنتاج 560 مليون متر مكعب من الغاز الجاف يوميا، أو إنتاج 4000 ميجاوات من الكهرباء، أو 4000 طن من الغاز السائل الذي يمكن تعبئة 320 ألف قنينة غاز به.